وكل الخير والرضا دوما يتجدد اللقاء مع حضراتكم. في يعني رسائل كتير جات لنا على الصفحات بتاعتنا وبتسأل انت ليه مهتمة قوي باستراتيجية داعش بالطريقة دي، وليه بتفرد لها المساحة دي من حلقات في البرنامج ومدية الموضوع كل هذا الحجم والشكل الكبير. خلوني أقول لحضراتكم، مصر وإحنا كده مع بعض، لأن أسلوبنا هو الشفافية. مصر اللي بتعيش حالة الحرب بتتعرض لحرب حقيقية وقاسية، والحرب دي لو كان الملامح فيها بتقول إن التنظيم الإرهابي ومن وراءه تكون تركيا، تكون قطر، تكون أجهزة استخبارات، تكون بريطانيا، يكون اللي يكونوا، العين دلوقتي بتقول هتتحرك إزاي من البوابة الغربية. ليبيا داخل المشهد وبقوة، أو بمعنى أصح حدودنا مع ليبيا، واللعب يبقى من الأرض الرخوة بعد محاولات إفشال الدولة الليبية. علشان كده أعتقد كلنا لما شفنا الضربات بتاعة القوات الجوية المصرية واللي حصل في ليبيا، كان الجميع بيقول إيه ليه المشهد كان في المنيا، في صحراء المنيا، ليه الضرب هناك؟ والضرب هناك كان الضرب على الرأس مش على الإيد، الضرب على الرأس. وعلشان كده البداية النهاردة مش بس استراتيجية داعش، ده احنا لازم نبقى عارفين بلدنا ما زالت في بؤرة الاستهداف، والحقيقة ان كل الخوف ان احنا نتعرض لعملية نوعية زي حادثة المنيا، والعملية النوعية اللي نقلتنا للصحراء علشان لا يبقى في كلام قدام الدير ولا يبقى في كلام على الطريق والإعلام كله يشتغل من هذه الزاوية، ده بيقول بشكل مباشر إن الهدف مازال هو كسر وحدة الشعب المصري، ضرب الجبهة الداخلية للمصريين. علشان كده أنا وفريق العمل لقينا إن دورنا الحقيقي هو إن إحنا برغم إن إحنا في رمضان وإن إحنا صايمين وكل الكلام اللي بيتقال الإيجابي ده، أرجوكم في مسؤولية علينا ظهير هذه الدولة. التهديدات كتيرة جدا وحقيقية، والتهديدات بتقول ان في دور لينا وعلينا، يعني لازم تبقى عينينا في وسط راسنا. لازم تعرفوا كمان ان الجهود اللي القوات المسلحة بتقوم بيها والاجهزة الامنية واجهزة المعلومات في البلد، في نهاية الامر هي بتقوم بدورها باعلى كفاءة ممكنة. مطلوب مننا كمان نكون في اعلى يقظة ممكنة، لان الارهاب بيختار طول الوقت الزاوية الجديدة. طيب علشان نبقى قادرين نبقى شايفين الكلام ده بشكل كويس قوي، ونكون على أهبة الاستعداد علشان نقدر نبقى واقفين في وشه في أي مكان من أراضي الجمهورية، خلوني أقول لحضراتكم إن كل الأجهزة بتعيش حالة تأهب حقيقية، وده اللي ساعد على كشف الخلية بتاعة الواحات البحرية، واللي ربما تكون الاسم جه قدام حضراتكم من كام يوم. خلوني أقول لكم إن قواتكم المسلحة قدرت تتعامل مع عناصر هذه الخلية وتدمرها بالكامل، وده أدى لاستشهاد 4 من أبطال القوات المسلحة. ممكن يبقى عدد كبير من حضراتكم وسط زحمة الدراما والبرامج والحاجات العجيبة اللي بقت هي يعني ملمح رمضان يكونوا ما انتبهوش، لكن ده بيقول ان محاولات الدخول علشان يعملوا لنا عمليات نوعية على غرار حادثة المنيا ما زالت التهديدات موجودة. ده معناه ان العملية النوعية ملامحها ايه؟ ما اقدرش اقول لان ما اعرفش هتبقى فين؟ اكيد ما نعرفش، لكن قدامنا حاجة نقيس عليها زي ما اختار صحراء المنيا والمنيا تحديدا، والدخول من الأراضي الليبية والتمويل والتسليح يدخل من ليبيا، يبقى على الأقل احنا دلوقتي في مرحلة ما بعد مشهد البوابة الشرقية اللي مصر ثبتت حضورها فيه. عارفين تقدروا تسموها ايه؟ مرحلة ما بعد جبل الحلال، لأن المسألة بتقول بشكل مباشر هو ده. علشان كده أرجوكم، علشان محدش يرجع يزعل ولا نشغل البكائيات والندب على الضحايا، مسلمين، مسيحيين، حتى من أبطالنا، من أبطال القوات المسلحة، من الشرطة، لازم نبقى عارفين البلد بتعيش لحظة تهديد حقيقية، وما ينفعش نتعامل معاها لا باستخفاف ولا بترفع. يعني إيه اللي هيحصل؟ طب هيحصل فين؟ طب ده مسؤولية مين؟ في حالات الإرهاب المسؤولية على الجميع. طب دورنا فيها ايه؟ على الاقل
على الأقل الأشياء اللي بتتعمل بشكل دوري واللي سهل رصدها لازم احنا نبلغ، وما نفتكرش ان احنا من الشطارة ان احنا نعمل ده لوحدنا، ومش لازم نتحرك حركات كتير. في محاولة لصناعة صورة تكون مليئة بالنكد للمصريين في الشهر الكريم. بعد استثمار لحظة المنيا مطلوب صناعة ده، واللي بيقف وراهم بيتعرض لضربة حقيقية. هو مين اللي بيمول الإرهاب واللي الدولة المصرية شاورت عليه؟ مش برضو تركيا وقطر؟ هو مين اللي بيخطط للإرهاب؟ مش برضو تركيا؟ هو مين اللي بيحط الخطط المركزية؟ مش برضو MI6؟ هو احنا لحقنا ننسى صورة أردوغان وتميم ودورهم في دعم كل الجماعات الإرهابية اللي موجودة في ليبيا؟ كل المشهد ده في حد يقدر يشيله بسرعة كده بخط سريع؟ طيب علشان تبقوا متأكدين ان اللي بيحصل مش بس دعم مالي قطري ودعم لوجستي تركي ودعم معلوماتي وخطط من الـ MI6، لازم ننتبه. يا ترى الصوت الخافت لتركيا علشان قطر بتعتلي مسرح الأحداث، ولا المسألة ليها علاقة بأن زيارة أردوغان للولايات المتحدة لم تأتي بالنتائج المرجوة، ولا الأرصة العربية الإسلامية في غياب أردوغان عن مشهد القمة الأمريكية الإسلامية في الرياض له معنى، ولا حالة التصعيد اليومي بين ألمانيا وأمريكا، وألمانيا ليها علاقة بتركيا عشان الجالية التركية اللي موجودة هناك، ده كله يا ترى هو اللي بيخلي أردوغان يتكلم إنه هيبدأ دلوقتي في عصر ما يسمى بالجدران العازلة، الجدار اللي عايز يبنيه مع العراق والآخر اللي عايز يبنيه مع إيران زي ما سكاي نيوز قالت؟ إيه الموضوع ده؟ إيه الحكاية دي؟ أشياء وتفاصيل كتيرة جدا أكيد هنبص عليها وهنحاول نلاقي لها إجابات مع الأستاذ أسامة الدليل، لكن خلوني ألفت نظركم لحاجة مهمة جدا. وسائل الإعلام الناطقة بالعربية اللي هي نوافذ لأجهزة استخبارات عندها تصعيد وحالة حادة جدا في لغة خطابها ضد الدولة المصرية. يعني الحقيقة أنا مش عارفة ايه الاسباب، هل المسائل كشف ارض، هل ترتيبات؟ لو بصينا على روسيا اليوم على سبيل المثال وهي بتتكلم عن داعش، روسيا اليوم بتقول داعش يحذر من التواجد في اماكن تجمعات المسيحيين في مصر. هل ده له علاقة بكل التهديدات اللي حالة الاستنفار القصوى في كل أجهزة المعلومات والأمن الداخلي والقوات المسلحة؟ لأن في محاولة تنكيد جاي علينا في رمضان، وده الدور اللي لازم كلنا ننتبه ليه ونقوم بيه، لأن المسألة مش هتكمل بالشكل ده. طيب لو كان ده حال روسيا اليوم وهي بتتكلم، طب إيه اللي يخلي قناة زي قناة الميادين فجأة تدلي بدلوها وهي تمويلها إيراني كامل علشان تقول إن قوات الصاعقة المصرية موجودة في مشهد ليبيا، وتقرر إن هي تعمل تقرير كامل تتكلم فيه عن ده؟ هل هنا المقصود وهي بتستخدم الماتيريال اللي متاخد جزء منه على الأقل إذا ما كانش كله من الشؤون المعنوية المصرية علشان تصنع تقرير بالشكل ده؟ طب هنا قناة الميادين عايزة تقول ايه وتوصل ايه؟ ايه المطلوب؟ خاصة وان الضربة خارج الحدود المصرية كانت بالتنسيق مع الجيش الوطني الليبي ومع القوى المنتخبة في ليبيا، لكن فجأة علي الصوت بتاع الجماعة اللي فرضت على ليبيا زي ما فرض الجلبي زمان في العراق، وفجأة لقينا جماعة فايز السراج قررت إنها تتكلم وتثرثر كتير وكأنها بتدعو لتدخل غربي كما حدث من قبل، وكأنها تعلم تماما أنها ليس لها دور حقيقي في مشهد ليبيا القادم. تفاصيل كتير هنحتاج نسأل عنها الأستاذ أسامة الدليل، والبداية لازم تكون من استراتيجية داعش، ولنتذكر جميعا دورنا في الحرب على الإرهاب غير متساوي بالتأكيد ما بين القوات المسلحة، ما بين الشرطة الداخلية، ما بين أجهزة معلومات الدولة المصرية، لكن لينا دور علشان البكائيات في الوقت اللي مش مناسب بتبقى بكاء على اللبن المسكوب. داعش تريد أن تنفذ عملية نوعية
غرار عملية المنيا. جاهزين يا مصريين؟ لازم الصوت يكون واضح ونكون جاهزين، وهنقدر عليها وهنصد هنقدر. لازم نقلل الدم علشان نقدر نشيل في أي محاولة تكون تخريب في الاقتصاد، في الغاز القوة اللي العالم بيتخانق عليها، في أي حاجة أخرى. بعد الفاصل. بكل الخير والرضا رجعنا لحضراتكم. والحقيقه التعليقات بتقول طيب وشك مبتسم وانت بتقولي في عمليه نوعيه. هقول لكم لان ثقتي فيكم كبيره جدا، زي ثقتي في القائم على عمليه التغيير وفي كل الاجهزه اللي منوط بيها المساله دي، بس الدور اللي لينا هو ده اللي احنا لازم نبقى حريصين عليه. خلوني سريعا اروح للاستاذ اسامه الدليل، رئيس قسم الشؤون الدوليه في الاهرام العربي. مساء الخير. مساء الخير يا فندم، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. خليني نبدا من بالفعل في تهديدات كتير. استراتيجية داعش بتتكلم ان في محاولة للتنكيد على المصريين في رمضان مرة تانية بعملية تقال نوعية او مختلفة. يعني شوف يا فندم، لو وقفت قدام حد مختل عقليا وهبل وبريالة مش هيقول الكلام الفارغ ده. ومع ذلك دول بريالة وهبل، خلاص انتهينا. يعني هيشغلني في ايه واحد مختل نفسيا وعقليا وذهنيا مالوش غير ضرب الرصاص وخلاصنا؟ هو في ايه؟ مع احترامي بقى، كل ده بقى كلام فارغ. كل ما قرأناه واللي هيفضلوا هوهوه زي الكلاب فيه، اللي بيقولوا يوم 14 بقول لك اهو هيهوهوه زي الكلاب فيه، ده لا يودي ولا يجيب. خالص. وهو ينم مش بس عن تخلف عقلي وذهني ونفسي وانحطاط ذهني، لا، ده بينم عن حاله من حالات اليأس المطلق، لان مشروعه في العراق ضاع وفي سوريا بيضيع، ومن ثم الكفيل التركي في ليبيا، واحنا بنضرب في ليبيا، يبقى فاضل له ايه؟ فاضل له ايه غير انه يعمل اي مصيبه عندي عشان يقول انه لسه موجود؟ ما هي الكفر المصيبه. ماشي، هتبقى المواجهه وجها لوجه، تعالى يا سيدي فرجني نفسك. مش هيجي، ما هو جبان. طب يبقى الحل ارهاب. ممتاز، ما هو الارهاب اجرام. الارهاب في طبيعته اجرام، والإجرام ده تكتيك مش استراتيجية. الإجرام في حد ذاته ليس غاية، ده وسيلة. ما هو حمار، ما هو اللي كاتبه ده كله معناه إنه ما هوش فاهم أي حاجة في الدنيا ولا هيفهم. ولا ينبغي علينا إن احنا ننصاع للكلام ده. وعلى سبيل المثال، على سبيل المثال، الهدف النهائي من تهديد النصارى المسيحيين إخواتنا مش تخويفهم يا فندم، مش ترويع المسيحيين. إيه رأيك بقى؟ الهدف النهائي هو أن يتطرف المسيحيون بالزبط، وأن يحملوا السلاح، وده المرعب في المسألة. لا، هم أصلا مش هيعملوا كده، لأن اللي راهن على كده يبقى حمار. اللي راهن على ده يبقى مش فاهم حاجة في الدنيا. وهم بيراهنوا على ده، بيراهنوا على دفع المسيحيين إلى الاحتقان 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 لدرجة مسك سلاح. بالظبط، مش كده؟ طب سامحني. طيب، هو المشهد اللي كان في المنيا ما كان ممكن يقتل الكل، لكن هو كان مصر يسيب اللي شاهدوا عملية القتل. طبعا. مش عشان يخوف، عشان يصنع اللي حضرتك بتقول. احنا بنقول اهو بقى، اي مجرم في الدنيا، اي مجرم، ما هي دي المصيبة، المجرم غبي بطبيعته، غبي. ولكن هو عايز ايه؟ هو الجريمة لما هيعملها، اي جريمة بتحصل في كم متر يعني؟ 10 متر، 10 متر في 10 متر الحكاية بتاعته. لكن نقل الصورة هيخلي ده مليون كيلومتر. بالظبط. ونقل الصورة يعني إعلام، مش كده ولا إيه؟ آه، نقل الصورة يعني صحافة ومواقع إلكترونية ولجان ولجان، وناس بتبغبغ وناس بتألف وناس بتفبرك على الفيسبوك. ما هو ده الموضوع. طب نعمل إيه؟ ظهير الدولة دوره إيه؟ ظهير الدولة المفروض يعمل إيه؟ يقفل صفحته على الفيسبوك. أنا هعمل ده النهاردة، هقفلها ليوم الدين، مش هتعامل مع الهيافة دي. أنا فضلت طول الوقت والسنين أدرس زي ما غيري ما بيدرس اتجاهات. للأسف البالغ وجدت كل ما هو متخلف عقليا ومنحط نفسيا وذهنيا من اللحظة دي، من النهاردة مفيش الصفحة دي. وكل واحد بيحترم نفسه، مفيش الصفحة دي، مفيش فيسبوك، مفيش. يا عم اخلص. يعني نقتل الوسيلة اللي بيحاربونا بيها؟ اقتل الوسيلة اللي بتقتلك، اقتلوها فورا. كل واحد بيحترم نفسه وعنده شيء من الأخلاق والكرامة، اقفلها.
ما تبقاش اسير للبتاع اللي في ايدك ده، بيمشيك ويديك ويجيبك. خلصنا السيد، خلصت الحكايه. طيب خلص. طيب فقد 95% من ادواته في نشل الصور. ده لو كل واحد بيحترم نفسه عمل ده. طيب هتقعد تقول لي بقى هنسيبها لهم؟ اه يا حبيبي سيبها لهم، لان في اجهزه في العالم كلها بتشوف بقى الاتصالات بينهم وبين بعض على الايميل على الفيسبوك على الجنه لزق، ده شغلهم بقى. انما ده ما بقاش وسيط محترم للاتصال، ما بقاش محترم ان اي حد محترم يبقى فيه، قضي الامر. طيب لحد ما المصريين يقتنعوا كل ده لا يود ولا يجيب معانا. وكما رددت انا بهذا الاستخفاف على كل مصري يقرا الكلام ده انه يعتبر ان دي زباله هاو هاو، لانه في النهايه المقصود ايضا احداث حاله الرعب، احداث حاله الصدمه من خلال الاجرام، والرعب من خلال ده تخويف. برافو عليك، انا الحقها تحت الصدمه ولا تحت الرعب، ولو شفتك بعيني انا همسح بيك الارض. ماسك لي بقى بتاع مش ماسك لي، ما هو انت هتبقى قد اللي انت ماسكه في ايدك يا هتلبسه. ولازم نفهم كلنا انهم اجبن خلق الله، وان حساباته هي على خوفك ورعبك اول عن اخر. حتى اللي طلع لك بمطوه 90% من حسبة المطوه دي انك بتخاف من المطوه. طب لو ما خفتش محدش حسبها. طيب لحظه واحده لحظه واحده، لما في المنيا يعني طلبوا السيدات غيري دينك ورفضت. طب ويعني لو كانت قالت اشهد ان لا اله الا الله انا محمد كانت سابه؟ لا كان هيعدمه برضه. انما هي الحكايه فين؟ ان يبقى في حد يقول لحد انه اتقال لماما ولا اتقال لفلانه اسلامي فهي ما رضيتش. بالظبط. انا موافقه ان دي الحكايه. هو ده الموضوع يا حضرات، هو ده الموضوع اصلا، ايجاد ستوري تيلينج، ايجاد قصه تتحكي. وهذه القصه اللي هتتحكي ستحدث طبعا تداعياتها في المجتمع المقصود، وهنا اقصد الجماعه الوطنيه المسيحيه في مصر. هذه الجماعه الوطنيه المسيحيه في مصر طول الوقت هي بسبب ثقافه قديمة تفشت في المجتمع منذ السبعينيات. خلينا نبقى شرفة، هذه الثقافه افضت الى تمييز طائفي طول الوقت، ثم انك تخلي اخواتنا المسيحيين مواطنين من الدرجه الثانيه ان لم يكن من العاشره، ثم خلق مظلوميه، ثم 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 المصيبه اللي احنا فيها. ثم تاتي بقى منظمات حقوق الانسان. ما هم دول كمان ما يقولوش عن الارهاب، ما هم دول كمان تكتيك زي ما الارهاب تكتيك، طريقه يعني. طريقه لوضع الدوله اللي انت عايش فيها تحت الضغط والابتزاز. تاني الابتزاز. مصر بتبتز طبعا، عشان كده بقى ما يطلع قانون يظبط بقى عمل الجمعيات الاهليه الصوصه اللي بالدنيا. اتفرج على البي بي سي طول الليل، اتفرج على بلجيكا، ايه طالع من امريكا، ايه طالع من الكونجرس، مالك يا شاطر؟ الحكومه العالميه بتاعتك انهارت في مصر، ما تولع ما تولع يا اخي. حقوق انسان مين؟ حقوق انسان مين وعندي واحد بينكر حقي في الحياه؟ انهو حقوق انسان؟ هو حضرتك عايز الارهاب يستفيد من حقوق الانسان وعامله بكرامه وباحترام، ولا عايزه يقتلني بموجب الاعلان العالمي لحقوق الانسان؟ قول لي بس انت عايز ايه؟ حقوق ايه وجن نزرق مني يا عبيط يا تافه؟ اذا كانت امريكا بتطلع من اضخم التزاماتها الدوليه لمصالحها، فالعالم يقولوا بيضيع الكون، ما يولع الكون. اهم شيء مصالح الدول ومصلحة دولتي فوق اي اعتبار. طيب واذا كان بقى مصلحة دولتي في الانسحاب من الجماعة بتوع الاتفاقات الدولية اللي مخليها الجماعة دول بيتنططوا علينا وفاكرين نفسهم دولة فوق الدولة، وبني ادمين فوق البني ادمين، واخلاق فوق الاخلاق، ويمارسوا الابتزاز السياسي والاجتماعي والثقافي والفكري، فيذهبوا الى الجحيم والى الزبالة. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة ان المجتمع يبقى بالوضوح اللي انا بتكلم بيه ده؟ مش عشان انا صايم يعني، لا، عشان ده الوضوح. طيب لانك وانت صايم بتبقى في حالة شفافية. ايه اللي احنا فيه ده؟ ده زبالة، ينبغي ان ينتهي الزبالة من حياتنا، وان احنا نفوق للمصلحة الوطنية، للامن القومي المصري الذي لا ينبغي ان يعلو عليه صوت، كما ان الامن القومي الامريكي لا ينبغي ان يعلو عليه صوت، زي ما الامن القومي الاسرائيلي، زي الامن القومي في الدنيا كلها. ايش معنانا؟ طيب آه. خليني تاني هسأل السؤال، حضرتك
بتتوقع وهم بينهاروا في لحظه الياس دي. الكل بكل الادوات بتنهار، بكل الادوات. وانا مبسوطه جدا ان حضرتك اشرت للادوات. طبعا لو حصل وعملوا عمليه تاني على غرار عمليه المنيا والادوات لسه لم نتعامل، لم تتعامل. بس هبقى نشفق على اجهزه الامن ان هم يخلصوا العيال دولت من ايدين الشعب المصري. بس ده توقعك؟ توقعي ان رجل الشارع هيشوفه هياكله حي. خلاص يا روح ما بعدك روح. ما وصلنا اليه في الشارع فعلا وصلنا الى يا روح ما بعدك روح. كفايه بقى وقف ارزاق، وكفايه كل اللي احنا شفناه، كفايه مصانع قفلت، كفايه شبان قاعدين في بيوتهم، كفايه 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 كفايه. كل ما شهدناه خلال السنوات اللي فاتت دي تجعلنا على قلب رجل واحد. ده لا انا هقطعك حي بقى لان يا روح ما بعدك. بس روح. دي قراءه مختلفه عن اللي الجميع بيقدموها. كل الجميع خايف عايز ينظر، انا ما بنظرش. انا بفهم في حاجه اسمها جيوبوليتيك او جيو سياسه. جيو من جغرافيا، البوليتيك هنا او سياسه له علاقه بالنفوذ على الجغرافيا. من صاحب النفوذ على الجغرافيا في مصر؟ مين؟ هل هو الارهاب؟ لا. طيب هل هو حقوق الانسان؟ لا. طيب هل هو الجماعه المهيجين والمحرضين والممولين والمبتزين؟ لا. صاحب السياده الوحيد على الارض دي هو الشعب. والشعب كلمته انتهت وقالها في 30/6. اي كلام تاني الى صفيحه القمامه مش عاجبك هتسحق. خلصنا بقى، ما خلصنا. هتقول على دي نازيه، هتقول عليها فاشيستيه، قول اللي انت عايز تقوله بقى حبيبي، ما انت ما راكش غير الهلفاطه، الهلفاطه والكلام الفارغ. انما ان احنا ناكل من الكلام الفارغ ده قضي الامر. طيب معلش سامحني انا والله مش ممله، بس لو بعدنا شويه عن المستوى السياسي الراقي ده والمستوى الانساني، انا قلقي انه لو حصل في يعني حلاوه الروح اللي بيعملوها دي في الاواخر وراحت العمليه دي سمعت على حته تانية. ما هي دي القصه، في سمعت. كون انه يعمل ما يعمل سمعت، هي دي القضيه. طب ما لانه في النهايه لما هيعمل هيحدث اثر قد كده اول عن اخر. يعني مثلا هيتلف ممتلكات ب 100,000 جنيه. قتل خمس نفوس مثلا. طيب في سياق الحادثه انت تقدر تسيطر على الوضع الامني وتعرف تطارد الجناة وتعرف تقتص، تقدر تقتص للمجني عليه. ولكن عندما يتحول المسألة في التسميع وتبقى الحادثة دي من 100 متر مربع الى مليون كيلو متر مربع، هتقتص الحق مين من مين؟ طب ما انا مش انت اللي نقلتها من مستوى اهانة فردية الى اهانة للوطن كله. بس انا مش انت مين بقى؟ كل انت الشركاء على فيسبوك، انت الاعلام اللي مش عارف ان مصر في حالة حرب. انا بتكلم دلوقتي والطيران المصري بيضرب في ليبيا. يعني ايه؟ يعني حرب، يعني حرب. الدولة المصرية في حالة حرب. وانا قاعد في اعلام في الحقيقة بيقول كلام كتير قوي، كلام يقرف. انا متأسف. واحد، نمرة اتنين، انه رغم ان الدولة المصرية في حالة حرب إلا أن المجتمع في مصر مشغول بحاجات تانية كتير لأن الإعلام بتاعه موديه في 100 حتة. تلاتة، أهم شيء المسلسل ولا رامز بيعمل إيه ومش فاهم إيه. معقولة؟ معقولة بقالي 8 أيام نازل عزق في دولة أخرى بطيران وعندي قوات جوية طلعات جوية وعندي ذخائر وكل دي تكاليف وممكن الناس تموت، ناسنا إحنا، لو واحد جاب صاروخ ووجهه الطائرة مصرية هيكون الرد أبشع من خيالكم. وعايز أنبه لحاجة بس، فاكرين في 24 يناير 14 2014 لما واحد جاب صاروخ محمول على الكتف وسقط لنا طيارة هليكوبتر؟ أيوة. وأنا كنت معاكي على نفس الشاشة دي الصبح وقلتلك الصاروخ ما هو السام، اسمه إجلة، هو صاروخ إيراني شوهد اخر مره قبل استخدامه في ليبيا. لو صاروخ من دول تم توجيهه لطائره مصريه، انا ما اقدرش اقول لك انا كمواطن مصري انا حنايل ايه. قواتنا تعمل اللي عايزه تعمله في مسرح عمليات 1.8 مليون كيلو متر مربع، والعمليه ناجحه باي معيار. ليه؟ لانه ادى الغطاء الجوي للجيش الليبي الوطني على الارض، فحاصر الجفره امبارح بالليل ووجه انذار للكل. والقصه بقى مش كده، ده ابتدت جماعات تشاديه تظهر
جماعات طالعه من تشاد تظهر ناحيه جنوب شرق الجفره ومنطقه ودان. وانا قعدت اتفرج على القنوات الليبيه بقى ده غير بقى القنوات بتاعت الاخوان اللي بتتكلم عن مظاهرات في ديرنا ضد الطيران المصري المجرم الظالم اللي بيقتل النساء والاطفال. انا كنت الفجر فمعلش ما اقدرش ادي الرياكشن اللي كان مفروض يعطى. وبعدين بقى ما احنا قدام الاخوان هم بنفس العقليه. انا متاسف في اللفظ ده كده النساء، ده مش فكر استراتيجي، ده كده النساء، كده النساء في حد ذاته وليس عملا لا تكتيكيا ولا استراتيجيا، رد فعل، ده رد فعل يائس. بعد في الاخر احنا انتهينا خلصنا الموضوع انتهى فعلا. حفتر هيوصل طرابلس؟ هيوصل، الموضوع خالص. هناك تغيرات سياسيه في النفوذ على الارض، تاني اللي انا شرحته، الارض النفوذ اللي على الارض، بص كويس عليه وبص على الاثر ده في البيئه الدوليه. طب ليه الميادين فجاه قبلت بدلوها وتعمل تقرير عن الصاعقه المصريه؟ الميادين ارادت ان تنساق وراء الاراده الايرانيه في احتواء قطر. خلاص يا ست، النهارده الاراده الايرانيه هي احتواء قطر، ومش كده بس، وكل ما تريده قطر، وكل ما تقوله قطر. ومشهد سوريا هيبقى مين؟ ما هي دي بقى التناقضات اللي في الموضوع. طب ما هو تركيا وايران، ما هو الاثنين في مشهد سوريا، في مكانين غير بعض. عادي يعني يا فندم، كل حاجه عادي، حتى دول كتير في المنطقه حبايبنا في مشهدين متناقضين. الوحيد اللي مش متناقض هو احنا، وعشان كده بقول لحضرتك في حاجات كتير لازم ترميها حضرتك ورا ظهرك وانت ما تحطش في دماغك. طيب، لان ده في النهايه مصيبه اللي بيعمله مش مصيبتك انت يعني. طيب، لو حصل ورد الفعل بتاعهم اللي بيحصل نتيجة الانتصارات وتكسير الأدوات ضرب في المصريين المسيحيين مع حضرتك، شايف اللحظة الإنسانية دي؟ الأول لازم الجماعة الوطنية المسيحية تبقى واضحة جدا، وأنا واضح معهم جدا، وللأسف البالة كان مفروض أن أنا ألتقي على قنواتهم من فترة كده، ولكن ربنا يسهل. لازم يعرفوا كويس جدا جدا أنه القوات المسلحة المصرية بمسلميها ومسيحييها، تاني بمسلميها ومسيحييها، في حالة حرب خارج الحدود لأول مرة في تاريخ مصر. حصل قبل كده؟ هتقولي من التاريخ مرة واحدة قوات المصرية المسلحة خارجة بره حدودها تقاتل وتضرب وتقصف عشان خاطر مين؟ عشان خاطرنا بس، عشان خاطر الجماعة الوطنية المسيحية اللي هي فوق عينينا وفوق راسنا وإهانة لينا جميعا، إنها تتهان بس. خلاص في صفحة جديدة بتتفتح، أنت ليه عمال بتقلب في مواجع امبارح؟ في صفحة جديدة من أجلك ومن أجل كرامتك اللي هي كرامتي، اللي هي ما بتتجزأش عن كرامتي، فيك إيه؟ أنت كمان جزء من المعركة دي. وبعدين تعالوا بقى نتكلم بمنتهى الوضوح والشرف بقى. الشرف تالت، الشرف، إحنا شركة في 30/6 ولا لأ؟ قولا واحدا يعني بندفع فاتوره واحده بالظبط. لماذا عندما تدفع انت تفتكر ان ده تمييز؟ ما انا كمان بدفعه، ما الدم المسلم زي الدم المسيحي، دم واحد يا اخي، دم واحد. تزعلش، احنا الاثنين متعورين لان احنا الاثنين تحدينا، واحنا الاثنين شركه، واللحظه دي مش هبيعك ولا انت هتبيعني. طب ليه تبلع كلام تافه وفارغ بيقوله ناس تافهه وفارغه؟ والناس دي اصلا يا ابني قاعدين في الميه البارده، ما هم مش قاعدين جوه معاك، مش هم اللي بيتذبحوا ويتقتلوا، دول قاعدين بره بره مش جوه. ما فيش داعي تدي ودانك ليهم، ودي ودانك لاباء الكنيسه. اباء الكنيسه تقدير موقف عندهم من اعظم ما يكون، حتى من يشكو منهم من اشياء وعنده حق. بس احنا النهارده دخلنا المعركه، خلاص 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 انتهينا. انا وانت عملنا عمله سوده، عمله مرعبه. ايه العملة اللي احنا عملناها انا وانت يا اخويا يا مسيحي؟ ان احنا غيرنا الخرائط في الشرق الاوسط كله. بالظبط، هي الحكايه كانت الاخوان تبقى عبيط، والله العظيم ثلاثه عبيط، كل واحد يفتكر ان 30/6 كانت عشان الاخوان، يبقى عبيط وحمار وبريال. لان احنا كنا فين؟ في وش الولايات المتحده الامريكيه، المشروع التركي، المشروع الصهيوني، المشروع الفارسي. افهم افهم يا بني ادم، هي الحكايه في مرسي، في داهيه، ده رصاصة بثلاثة ساكت تخلص عليه، الموضوع كبير. وقلنا لا، تغيير خرايط لا، المنطقة دي ما فيش مشروع واحد هيمشي فيها، ويانا يا انتوا. وقد كان، ما خلصنا اهو، فشل، فشلت الفوضى الخلاقة، فشل الإرهاب، ودخلنا على الصراعات المسلحة. وامبارح، أول امبارح بالظبط، طلع متحدث
قائد باسم قائد الجيش الأردني لم يكن هو ذات نفسه بيقول إنه الأردن مش هتدخل بقواتها جنوب سوريا، ده تعليقا على الحشد الموجودة. ومع ذلك نزلت منشورات على دماغ الجنود السوريين في التنف بتقول للجيش العربي السوري وحلفائه اللي هم منهم الروس ما حدش يعتب هنا في منطقة بادية الشام، لأن الحشد الشعبي جاي داخل الحدود من هنا وحيلتحم مع الجيش السوري وهيخش يخلص على داعش. هنخش في مشكلة كبيرة جدا 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 وانفجار كبير. وفي المنطقة دي وبالأمس وطول الليل تحذيرات من انه الجيش العربي السوري بيحضر وبشكل مكثف قوات في اتجاه الجنوب واتجاه درعا. دخلنا في الانفجار الكبير بتاع حوران. طيب احنا داخلين في السيناريو، والاهم من ذلك فاكرة ما حذرت منه من سيناريو الانقلاب، امريكا 1.7 مليار دولار لتدريب قوات عسكرية في سوريا والعراق. في العراق، في العراق، سمعتوا؟ في العراق انتهى الامر. طيب هنرجع نفهم ليه العراق بالتشديد بس بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم. وسريعا مره اخرى انا اسفه للاستاذ اسامه الدليل رئيس قسم الشؤون الدوليه في الاهرام العرب. العراق 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 طبعا. عايز تقول لنا ايه؟ في محاوله غصب عن عينينا، داعش فشلت، يبقى المفروض يحصل ايه بقى؟ يحصل تقسيم برضه. اصل هدف داعش في النهايه كان التقسيم، تعجيل تحفيز مساله التقسيم. الاعتراف بالدوله الكرديه كردستان. ده بس ما حدش من عصلك في غير تركيا. ماشي نتفاهم معاكم يا اتراك، يعني انتوا ايه مشكلتكم؟ ايه مشكلتكم؟ عندهم مشكله مش اعملوا سوريا ابن سور، عايز كم مليار يخلص؟ ما هي دي الحكايه. انت مبتز اصلا 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 اردوغان، اصلا الدوله التركيه. والكلام اللي انا بقول ده مش شتيمه وقله ادب، مش صحيح. منذ الحرب العالميه الاولى تاريخ تركيا مع اوروبا كلها هو تاريخ الابتزاز. مضحى مش قلة أدب ولا حاجة، يعني ده مبتز. عايزني كوبري لأي حاجة في شكرا. انت حكايتك آخرها آخر حكايتك ايه؟ فلوس، خد فلوس آخر. وهيخلع فعلا، هيخلع وهو ما عندوش مشاكل. هو خد فلوس تافهة على دم أتراك مع إسرائيل. مش خلصت بالفلوس. ده مش أكتر من فلوس. بعد ما عملنا مش عنده دعارة بتدخل ده فلوس. أردوغان بس عشان الناس تبقى فاهماه، أردوغان ده تركي، وهو تركي حقيقي، وهو تركي وطني، والشخصية الوطنية التركية من ده، وده شيء ما يزعلش. ما يزعلش ان الشخصية الوطنية التركية من ده. ليه؟ لان هم اصلا يعني حاولوا هم ان هم يبقوا اسلاميين فشلوا، طب علمانيين فشلوا، طب اوروبيين فشلوا. هم اصلا كانوا شوية بتاع جايين من وسط اسيا ومن منطقة القوقاز وقعدوا في الهضبة الاناضول. تركيا هي العكس 360 درجة من مصر. طيب العراق يعني بقى عكسنا خالص. انت عمق في الحضارة هو عمق في اللا حضارة. يعني معلش هي مسألة علاقة بالجغرافيا. بص على الخريطة، ما تسمعش كلامي، بص على الخريطة. حضرتك قلتي العراق. العراق، فالعراق تقسيمها مسألة لازم تحصل بسرعة. كردستان. طيب كردستان ده أول كلام. طيب هم الأكراد دول مش مسلمين وسنة برضو؟ لا، ما يبصلهمش هنا بقى على إنه كرديتهم. ما هو بيقسم عرق ودين بطريقه غريبه. ايوه بره الموضوع بقى. فانت عرقك ايه؟ تركي والباقيين عرب. طب ماشي، اللي باقيين بقى دول؟ لا دول سنه وشيعه. طب ما تيجي نعمل للشيعه دوله وللسنه دوله، ما نخلص بقى. طب ما انت مش عارف تخلص. طب اجيب لك القاعده، القاعده الزرقاوي ما عرفش يخلص. طب تيجي نطور لك اسمها شويه ونوسع لك حبتين. ماشي، وندخل لك فيها البعث العراقي وعناصر كانت موجودة في الجيش العراقي السابق. يلا ها نشغل الجماعة العواطلية دول وكله يرزق. وفشل. والنهاردة قتال على 100 متر. 100 متر يعني من هنا الباب الاستوديو اللي أنا قاعد فيه قتال متلاحم ومتواجه بينهم وبين الدواعش. وممكن الحكاية تاخد أيام في 100 متر دي، أيام، وينتهي قصة داعش من العراق تماما. بس التقل بقى كله اصبح فين؟ في اتجاه الحدود السوريه. هناك بقى حصل اسقاط مظلي لجنود امريكان مستنيين الدواعش يعدوهم.
يجي الحشد الشعبي العراقي والقوات العراقية يتقاتلوا معاهم. وقد ثبت بما لا يدع أي مجال للشك والفضيحة بجلاجل أن قوات سوريا الديمقراطية اللي مكونة من أكراد وبعض عناصر الإخوان واللي خدوا سلاح من أمريكا وحاجات وتدربوا من أمريكا هربوا داعش عيني عينك في سوريا من الرقة إلى تدمر ورصدتهم المخابرات الروسية واتصوروا صوت وصورة واتضربوا كمان والفضيحة بجلاجل. محدش فاتح بقه، محدش عايز يفتح بقه. الحكاية كلها أجهزة مخابرات بتلعب بعض، وفي قصتنا احنا يا مصر هنا دي أجهزة مخابرات كتيرة بتلعبنا. تفتكروا حد يعرف يلاعب المخابرات المصرية بكل ما بكل مستوياتها العسكرية والعامة وما إلى ذلك؟ يلا، ما هي دي الموضوع. واحدة منها الرهان على إنه الشعب مجهل وواقع تحت التجهيل اليومي ساعة بساعة، واقع تحت إعلام بيذبحه ساعة بساعة وبيخليه هو والأنعام حتة واحدة، كل واشرب زيك زي أي أنعام. تفكر لا تفكر حقمعك بالإعلام، تفكر ويبقى عندك وجهة نظر ورؤية، أنا حقهرك بالإعلام. بس والله المواطن المصري بيرد وهخليك مسطح ومهمش، وكل ما تفتكر نفسك حاجة هجيلك على الفيسبوك أمسح بيك الأرض وعرفك انك ولا اي حاجه. لا، ويعملوا مسلسلات ومسلسلات ويعمل زي ما انت عايز، وسلم يا حبيبي دقنك وعينيك وعقلك. اهم حاجه يفصلوهم عن الواقع. بالظبط، سلم عينك بقى، سلم عينك لواقع ما هوش انت. مين اللي قال ان الشعب المصري كله عايش كومباوندز وبتاع؟ عمر مين؟ لا لا، المصريين كلهم عايشين خيانات زوجيه، يا اما عايشين كلنا خيانات، يا اما كلنا ماسكين سلاح، يا اما اقرب كلمتين واحد يغز واحد في ايه. عم ده صفيحه الزباله يا اخي، الحشرات مع بعضها ما بتتعاملش كده. ليه يا بابا؟ مين اللي قال ان هي دي المجتمع المصري؟ ولا مين قال ان ده يزغزغني ويسليني ويبسطني ويفرحني ويربي عيالي ويربي بناتي؟ مش هي دي؟ مش هو ده الاحلام؟ بس لحد النهارده في دوله 3-7 المسلسلات كده، مش كده؟ كل المسلسلات خيانات زوجيه. الارقام اللي بتصرف جواها كام؟ واحسبي لي كده ارقام الانتاج الدرامي، وانا محتاج مستشفيات بكام؟ ما اصل هو لما تيجي انت تشتري سلاح يقول لك كان زمتنا بناكل ونشرب عم بتمن السلاح. اما المسلسلات، طب والمسلسلات يا شاطر؟ ها والمسلسلات يا حبيبي، والمليارات اللي بتترمي كل يوم في مناطق شكل العمل مولات ضخمه ميجا مولز، ها كل ده معمول عشان ايه؟ عشان تحولك الى حيوان مستهلك. حيوان مستهلك مش انسان منتج. فهمت ولا عايزني اقولها لك تاني وبقله ادب اكبر؟ لا بس خلاص النهارده انت على المجتمع يعني كله انه يفوق ويعرف ان احنا اكثر خلق الله حضاره وعراقه، واكثرهم ذكاء، واكثرهم ثقافه، وان اللي هيتعامل مع واحده من الثلاثه دول باستخفاف ملوش عندنا غير ان يسحق سحقا يسحق فقط لا غير. طيب زياره 2+2 دي دي حكايه قديمه قوي قوي، استراتيجيه بتتعامل بها روسيا مع دول العالم. صياغه 2+2، وزير خارجيه وزير الدفاع مقابل وزير خارجيه وزير دفاع الدوله المعنيه. أيوة، الزياره في مصر ما كانتش مجدوله. هذه الزيارات ايه المستهدف منها بين سطورها؟ يعني تنسيق مواقف وبيع سلاح. تاني، تنسيق مواقف زائد بيع سلاح. الصيغه دي ماشيه في امريكا اللاتينيه ومشيت في الاورجواي والباراجواي وبتاع، ثم اتوا الى مصر لما كان فيه عبد الفتاح السيسي وزير دفاع لسه، وكان نبيل فهمي وزير خارجيه. ثم ترتب على ذلك العكس، انه الثنائي ده يروح الى سوتشي الى موسكو، والزيارات دي متبادله لانه هي تنسيق مواقف وبيع سلاح. تاني، ما كانش في حاجه ليها علاقه بمشهد ليبيا خالص. اللي كان له علاقه بمشهد ليبيا والناس ما خدتش بالها منه حاجه كده، حصلت من كام شهر مناورات عسكريه كان اسمها حماه الصداقه بين الجيش المصري والجيش الروسي، وكانت لأول مرة في تاريخ روسيا منذ أن نشأت روسيا على ظهر الأرض رجل الروس تتوجد في قارة إفريقيا. طب فهمنا دي. تاني، اتعملت المناورات دي في منطقة غرب اسكندرية. طيب يعني والمناورات اسمها حماة الصداقة، وشاركت فيها قوات خاصة روسية كتيرة جدا، وعملوا معانا مناورات اتعلموا منها حاجات كتيرة جدا. والخطير والعظيم والمهم في هذه المناورات انها كانت المره الاولى في تاريخ روسيا حتى القيصريه اللي الروس برجلهم يبقوا موجودين في قاره افريقيا. حصلت في مناورات حماه الصداقه، وفي هذه المناورات
اتعمل كتير من السيناريوهات اللي محدش يعلم هم عايزين يستفيدوا منها ايه لتطبيقه فين. طيب نعم. قبل الوقت بقى دقيقتين. نعم. مصر وهي بتتحدى كل ده زي ما حضرتك ذكرت 30/6 تحدت مين المواطن المصري وإدارة مصر تحدت مين. نعم. طول الوقت الناس مستعجلة قوي، اللي جاي ايه، ملامحه ايه، شكله ايه، شكل مختص. مفيش اسهل من انك توصل للسؤال ده لو حضرتك بتفكر بعقل. مش حضرتك سايب دماغك للفيسبوك، مش حضرتك سايب دماغك للدراما والبلاء. لو حضرتك حاطط بس عقلك في راسك هتعرف ايه اللي جاي. طب ساعد اللي انت بقى عايز تعرفه. واحد، اسأل نفسك فيه دولة في المنطقة دي غيري؟ اسأل نفسك يا اخي فيه دولة في العالم العربي غيرك؟ انا بتكلم في الاطلاق. اتنين، فيه وضع زي اللي انت فيه؟ تلاتة، فيه فرص زي اللي عندك موجودة حواليك؟ عشان تريح نفسك بس. طيب المخاطر، هل المخاطر اللي انا بتعرض لها زي المخاطر اللي بيتعرض لها دولة كبيرة زي السعودية اشترت سلاح ب$400 مليار؟ اكيد لا. قوات المسلحة المصرية وفقا للترتيبات في الانفاق العسكري 4.4 مليار دولار انفاق عسكري، تركيا 18 مليار دولار، اسرائيل 15، السعودية 56. احنا كام يا فندم؟ 4.4 من 10 وترتيبنا العاشر، وده فيه ظلم لانه البحرية المصرية ترتيبها السادس. مالك؟ عندك ايه؟ قلقان على ايه تاني؟ انت قلقان على مصر ولا قلقان من مصر؟ فاكرة قلت الكلام ده قبل كده. ريح نفسك بقى، ما تقعدش تعمل لي زي اللي عنده معرفش ايه. لا، انت مستقبلك مش حد احسن منك، مفيش في الدنيا حد احسن منك، بس بشرط انت تحترم نفسك عشان العالم يحترمك. وقالب احترم نفسك، تديش ودانك وعينيك ودماغك للهيافة وصفيحة الزبالة. لو ده اللي في ايدك اللي انت ماسكه ده حيهينك، ارميه تحت جزمتك واعلى. بلاش ده اللي يديك لمؤاخذة على راسك وعلى دماغك. بشكرك شكرا جزيلا رئيس قسم الشؤون الدولية في الأهرام العربي الأستاذ أسامة الدليل، شكرا جزيلا. شكرا. وخليني أقول لكل السادة المشاهدين، يعني حالة الحرب اللي مفروضة على مصر دي، أرجوكم استشعروا نقاط القوة، وأستاذ أسامة قالها وقالها بمنتهى الحدة والوضوح. لازم طول الوقت تبقوا متأكدين ان انتوا الدولة الناجية وان الطريق قدامكم. مش معقول كل ما هيحصل حادثة ولا الدنيا بتغلى ولا الشاليه ما بقاش مناسب، ما ينفعش الكلام ده. يا اما ننشف ونصدق ان احنا في حالة الحرب وعلينا مسؤوليات، يا اما ما ينفعش نطرح السؤال بالاساس. وعلشان اقوم بدوري معاه حضراتكم للاخر، انا وفريق العمل ده هنكمل معاكو المنهج ده على الإعلام اللي هو بيدعونا أستاذ أسامة الدليل إن احنا نعلى فوقيه ونعيش المنطق القديم، أقطع صبعي يعني وأعلى فوقه. عشان كده الفيسبوك بقى مسؤوليتكم الشخصية. إلى اللقاء.